Parlons Industrie. في Parlons Industrie اليوم في Next Industrie ضيفنا السيد زهير مراكشي دي جي زد ام سي زهير مراكشي كونسلتينغ باش نحكيو معاه جوستومون على لا جورني مونديال دو لا كاليتي نهار الخميس 9 نوفمبر 2023 باش نكونوا حاضرين في Next Industrie سبيسيال ان شاء الله اون ديريكت من ليفينمون. اهلا وسهلا بك سي زهير. مرحبا بك لذا. يا عايشك يا سيدي. الوغ في كلمتين لو كان نحكيو على جورني مونديال قبل كل شيء دو لا كاليتي وكيفاش زد ام سي تنظم كل عام جوستومون ان ايفينمون اوتور دو سلا والتيماتيك اللي اخترتوها بالنسبه للعام هذا. طيب شكرا. اليوم العالمي للجوده تحتفل به المجموعه الدوليه كل سنه في الخميس الثاني كل شهر نوفمبر. وبالتالي السنه هذه يكون 9 نوفمبر هو اليوم العالمي للجودة ومنتدى الجودة في نفس الوقت. هي الدورة 13 يعني احنا دأبنا على تنظيم هذا اليوم العالمي ومنتدى الجودة في كل سنة منذ سنة 2010. والاحتفال عالمي بهذا اليوم العالمي بدأ منذ سنة 1990. وبالتالي ذأبنا أن نحتفل كل سنة في هذا اليوم باليوم العالمي للجودة. واخترنا موضوع هذه السنة هو أدوات الجودة في خدمة إدارة المؤسسة. نحن نعرف أن أدوات الجودة في عالم الجودة هي كلها أدوات نصبت أو تم ابتداعها من طرف علماء في مجال التصرف والتسيير والجودة. وبالتالي أردنا أن نكون هذه السنة احتفال بتقديم هذه الأدوات في خدمة المؤسسة وفي خدمة إدارة المؤسسة أي في تسيير المؤسسة. هذا الشيء اللي حبينا أن نقدمه به هذه السنة. ولهالغرض هذا استدعينا مجموعة من الخبراء اللي عندهم باع وذراع في هذا المجال. وعندنا اثنين من إنجلترا هو الأول هو السيد الدكتور كاولا أوليمانتهان من بريطانيا وهو مستشار تطوير الأعمال وسيتناول الموضوع ما الذي يحفز العاملين على بذل قصارى جهدهم. والثانية المداخلة الثانية هي أدوات التحسين في خدمة الإدارة للدكتورة باتريشا أسنود من فرنسا. والمداخلة الثالثة سيكون محورها مجموعات عمل مستقلة مفتاح إشراك الإدارة يقدمها الأستاذ أو البروفيسور ديفيد هاتشز كذلك من بريطانيا وهو نجم نقول اخر عنقود في فطاح الجوده في العالم وهو تتلمذ على تويوتا وتتلمذ على ايشيكاوا والعديد من الفطاحل في هذه الجوده وسنكرم هذا الشخص في هذا اليوم العالمي. ثم من الجزائر ياتينا الدكتور الجنيدي بن داود وهو مستشار خبير في انظمه الجوده لدى الايزو المنظمه العالميه للمواصفات وسيتكلم عن موضوع مهم جدا. اذا هم نجحوا لماذا نحن لم ننجح؟ إذا هم نجحوا في إدخال هذه الأدوات وتعميمها في المؤسسات فلماذا لا ننجح نحن؟ ثم أخيرا زهير المراكشي من تونس سيتحدث عن أدوات الجودة كيف تدعم أدوات الجودة التقنيات الإحصائية وهو موضوع تقني فني شوية وسنكون بحول ذلك جاهزين لتقديم هذه المواضيع في كل اليوم هذا ان شاء الله. دونك اليوم جوست انا باش نرجع على نقطه من النقاط اللي انت اثرتهم سي زهير وقت اللي تقول لماذا معناتها هما نجحوا واحنا ما نجحناش وقت اللي نحكيو على الجوده. يعني فينالمون اليوم تقييمكم لمجال الجوده وتطوره في بلادنا ونتوما وقت اللي نحكيو على الايزو تقول انت انه مازال عندنا دو شومان فيغ ابريوري. شنو من المقيمات شنو من نقولوا احنا التقييم نتاعكم على شنو قائم بالذات بالضبط يعني شنو من النقاط اللي في تونس ترى من خلالهم انه ما نجحناش الوغ كو هما نجحوا هما يعني نحكيو الدول الاوروبيه اذا كان مانيش غالطه. نعم هو شوف احنا عندنا اليوم الوطني للجوده ثم اليوم العالمي للجوده. في اليوم العالمي للجوده نعطي فرصه للاجانب حتى يجيو يعطوا تجاربهم ويقدموا لنا معطيات اللي قاعدين يشتغلوا عليها باش احنا نجم ان نعمل بها ونستانس بها. هو التقييم يكاد يكون سنوي احنا لان في كل سنه نشوف رواحنا وين وصلنا فين قدمنا الى غير ذلك.
هي المسألة اللي كان تشوف أن من بداية التقديم هي المسألة كلها مسألة ثقافة الجودة. ثقافة الجودة هذه كيفاش لازم تدخل في المؤسسة، وكيفاش تكون منطلق نتاعها من الرئيس المدير العام ومن المسير الأول إلى إلى العون الذي يقوم بحراسة المؤسسة. يعني كل العاملين في المؤسسة تكون عندهم ثقافة جودة، ما تكونش عندهم ثقافة متباعدة ولا ثقافة مستقلة الواحد على الآخر، بل هو عمل مشترك. وهذا كان يشغلوا هما الدول المتقدمة كما نحكي، وإحنا اليابان وإندونيسيا وغيرها، هما نجحوا في هذا المشاركة، العمل المشترك. يعني كل حتى جوائزهم لا تعطى إلى الأشخاص، الجوائز تعطى إلى المجموعات وتكرم المجموعات. فبالتالي نحن عندنا مشكلة في تونس هي كيفية ترسيخ ثقافة الجودة، وثقافة الجودة لابد أنها تبدأ من الأعلى، من هرم السلطة، أي من المدير العام إلى أقصى إلى أدنى شخص أو أدنى قسم في هذه المؤسسة. وهذا لا يتطلب علما، ولا يتطلب شهادة عليا، ولا يتطلب مالا، بل يتطلب ثقافة وفكر يساعد على المرور بالمؤسسة. هذا ما نقول أنا أختي العزيزة. كان ما نعرفش إذا كان عندك ما تضيف سي محمد. لا باش حبيت نضيف أنه احنا هذه السنة سنكرم مؤسسة تونسية حصلت مؤخرا على الميدالية الذهبية في للجائزة العربية الإفريقية للامتياز أو للتميز، وهي شركة تونسية تعمل في ميدان الميكانيك، وقد حصلت على جائزتها في 17 سبتمبر في دبي، وبالتالي سنحتفل بها في هذا اليوم. كذلك دعونا طلبة المعهد العالي للفنون الجميلة، وسنمكنهم من أن يصوروا لنا بالقلم، وهذا الفن الرسم بالقلم يكاد يكون اندثر. فحبينا نعيد هذه التجربة من جديد، وأنا نطلب سنطلب من الطلبة أنهم يرسموا محور اليوم في شكل رسوم يعني بالقلم، وإن شاء الله بحول الله نتحصل على مجموعة من الرسوم التي تليق بهذا اليوم العالمي. واضح. سي محمد عنده بعض الإضافات جستما. شكرا. حبيت نتفاعل شوية مع سي زهير. تفضل. أهلا وسهلا سي زهير، مرحبا بك. شكرا. ربي يفضلك. سي زهير أنا خلينا نسميه قيدوم الجودة في تونس باعتباره هو أحد معناتها لي مومبر دو ليكيب فونداتريس دو لينوربي في تونس، تبارك الله خبرة هي لا ياسر على المستوى الوطني والدولي. ولكن عفوا سيدي العفو، انا اللي في السؤال مش نرجع على نفس السؤال، عملت الملاحظه اللي عملتها نفس هي مونامي ما كوليج منال، لماذا لا ننجح فيما نجح فيه الاخرون؟ انا اقول معناتها رانا ناجحين شويه كمام سي زهير، يعني التابلو مش بالقدم هذه راه قدها تبارك الله. عندنا ودي سيد العارفين اللي عندنا مؤسسات اللي حقيقه طبق في منظومات الجوده منذ تقريبا اللي نقولوا 10 سنين، خاطر هي المنظومه الاولى الرسميه اللي ولات بموجبها يقع الاشهاد هي من عام 94 عفوا، وبعد تطورت وجات نتاع 2000 وبعد 2015 وتو مش والطريق مواصل. فعقل نقولوا احنا عندنا مؤسسات اللي طبقت وتحفزت، وانا كمستشار لدى المؤسسات ساهمت في بعض بكل تواضع معناتها في بعض الاشياء في البحر من المعلومات هذه. فاعتقد عندنا ياس مؤسسات اللي تنجم تعمل حتى هي تكون بنش ماركينج، نعمل بنش ماركينج مؤسسات وطنيه اخرى، ما نقولوش احنا نمشيو للغرور، نقولوا حتى هي تنجم تعمل تعطي دروس المؤسسات الخارجيه، ولو انه في بعض الاحيان كلام صحيح. فاعتقد باش نكون وانا ممكن طبعي شويه كي متفائل، نشوفوا زاد الخبرات اللي وقعت في تونس لابد من تثمينها والالحاح انها تعطي ما المعارف نتاعها للمؤسسات الاخرى. وهنا اعتقد
مشكله، عندنا مشكله عقليه فكريه عقليه، هو كيف ننجح ما نعطيش النجاح نتاعي لغيري، وكانه النجاح هذاك مش يضيع اور سيني بافري. العلم قد ما تعطي منه على قد ما قد ما يزيد. وهذا نرجع لكلمتك انت الممتازه اللي قلت لي عقليه، يعني الجوده ثقافه عقليه، ثقافه سلوك. هنا احنا لابد اللي كان نحب نشوف معناتها اضافه للجواب نتاعك اللي ندعمه، هو انه لابد من نقولوا تكوين وتثقيف فعلا كل المسيرين وكل العاملين في المؤسسه. وهذه نقطه ثانيه اللي انا بمحض التجربه المهنيه نتاعي، هو انه لاحظ انه في بعض المؤسسات كي تحب تحط دخل وتنفذ منظومه الجوده يبداو بطريقه تقنيه، هذا بروجي وقتاش نعملوا كادراج نتاعه، وقتاش نكملوا نسلموا الفتح في خلال 6 شهور ولا 8 ولا عام ونصف، نوليو نعملوا احنا نعطيو السيرتيفيكا، معناتها نحضروا المؤسسه للسيرتيفيكاسيون، بعد يجي السيرتيفيكاتور اوب يعطي السيرتيفيكا ايزو 9001 ولا 18000 ولا 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 ولا. ولكن الحاجه اللي انت ذكرتها وحطيت صبعك على على الداء، هو انه في بعض الاحيان الاداره العامه او المسؤولين اخذي القرار فيها هما نفسهم في قرار نفسهم مش مقتنعين، يعني يعملوا فيها زينه، او انا عندك شيء عندي سيرتيفيكاسيون ايزو او هي مش زينه. وهنا لابد من تغيير هالثواب هذايا الثوب هذايا، يعني باش نقولوا راكن احنا باش نطبقوا منظومه الجوده، وراهي مجموعه مسارات ومجموعه مقاييس، اذا كان احنا احترمناها فذلك يعني اننا سندعم الجوده، مش جوده المنتوج فحسب، جوده الـ 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 يعني المسارات لي بروسيسوس لي بروسيدور، جوده لي كومبيتونس الكفاءات المهارات، يعني جوده المهارات مع جوده المؤسسه مع جوده الاتموسفير انترن لي ريسورس هيومان، هذا ما نجم كان يعطي منتوج معناتها منتوج ذو جوده وخدمات ذو جوده. شو رايك سي زهير؟ والله انا معك 100% في الكلام، ولكن انا ما تكلمتش بالقتامه اللي انت ذكرتها باعتباري واني انا ولد الميدان يعني ويوميا في المؤسسات، بالتالي انا الديدن بتاعي هو النهوض بالمؤسسه التونسيه في كل مجالاتها. انا اقول لك حاجه، أيوة. الشهاده بالمطابقه للمواصفات العالميه الى غير ذلك، للاسف الشديد علاش اقول لك ثقافه؟ لان هي الشهاده هذه عموما و90% هي المشاركه فيها يتم عن طريق الكوادر العليا، الاطارات العليا، اما بقيه العمل واللي ما هوش كونسيرنينغ سو باك. وهيك غلطه كبيره، غلطه كبيره هذيك. غلطه كبيره، هيك علاش انا نقول من سنه 95 بدينا بالمشروع الاصلاح، عملنا البرنامج الاول والثاني والبرنامج الثلاثي بتاع الجوده الى غيره، ما مشيناش العمل، ما مشيناش الكوادر الوسطى هذيك، صارت فجوه. الايزو هذه هي عمليه تهم الاداره والمسؤولين الاوائل في المؤسسه، وثم تحب تعمل مشروع جوده عليك كان تجيب اطار، سميه مؤسسه، سميه رئيس الجوده، سميه رئيس الجوده او المسؤول عن الجوده، وكانه اعتبرنا ان الجوده خلاص دخلت في المؤسسه. وهذا غير صحيح. بالضبط. وانا اقول لك حاجه، المواصفه الايزو العالميه للجوده لسنه 2015 يعني شالت نحات المسؤوليه نتاع الجوده، ما عادش فما مسؤول جوده. بالضبط. لان علاش الريشيون هذه النسخه نتاع 2015 تعتبر ان كل اعضاء المؤسسه من المدير العام الى ابسط شخص في المؤسسه وهم معنيين بالجوده. بالضبط. وعلاش اقول لك هيك؟ علاش هي قضيه فكر وقضيه ثقافه. بالضبط. لابد انها تترسخ بشويه بشويه. ثم اقول لك انا ربما نزيد نلاحظ يا اخي، الجوده هي كذلك مسارات كما تقول انت، ولكن مسارات في مختلف المراحل. لابد باش نبدا بالجوده في التعليم، لابد ان نبدا بالجوده في المحيط، لابد ان نبدا في الجوده في الاداره والى غير ذلك. فهي راهي شامله، توا غيرنا اللي يسبقونا ولا ما عادش يحكيوا على الجوده، ولا يحكيوا على الجوده الشامله للتوتال كواليتي مانجمنت في كل المجالات. ما تجيبش تعمل انت مجال فيه جوده وفي حين تخرج الشارع تلقى الجوده ماهيش متوفره، او في التعليم، او في سياق السيارات، او في الطرق الى غير ذلك. فهذا يتطلب حقيقه ثقافه جوده، ويا ليت تكون عندنا في تونس سياسه وطنيه للجوده.
والله احنا نقول لك انا في الدساتير التونسيه كلمه الجوده غير موجوده. غير موجوده. بوم استثناء في الاخير ولا اللي قبل الاخير دستور ورد جوده التعليم بس كان التعليم نحكي على جوده. لكن بقيه المجالات ما فيهاش. لازم يكون عندنا، معناها كي تمشي بعض الدول كيما جنوب افريقيا ولا في ماليزيا تلقى السياسه الوطنيه للجوده يمضيها رئيس البلد او الملك او مش عارف. حتى نقول صفة قانونية وحتى العباد تولي معناها تساير المشروع هذا نتاع الدولة. لهنا سامحني سي محمد سي زهير وقت اللي تحكي على جوستومون لامبورتونس والامباكت نتاع الجودة في حياة التونسي اون جينيرال، ولكن احنا اليوم في ليميسيون نيكست اندستري نحكيو جوستومون على القطاع الصناعي. اليوم بالنسبة اللي يسمعوا فينا واللي كما قلت انت بتاتخ معناتها اكتفاو بانه يكون عندهم مدير للجودة او يتحصل على المواصفات ما تعلمت المواصفات ايزو شنيا معناتها العلامات اللي حاجتوا بهم في المجال نتاع النشاط نتاعو، ولكن اليوم اذا كان نحبوا نقنعوا العباد هذوما اللي يسمعوا فينا بأنه راهو سي امبورطون دانستوري اي دانستالي توت ان سيستيم تاع كاليتي يبدا من لوطا الفوق ولا من الفوق لوطا زي كيف كيف معناها فينالمون يلزم كل معناتها سي ترانسفيرسال من الفوق الى تحت من الفوق الى تحت واضح من الرئيس المدير العام الى اسفل الهيراركي به دونك الى حتى اخر هيراركي، ولكن اليوم كيفاش تنجم تقنعهم بضروره لانستوراسيون تاع النظام هذايا وكيفاش تنجم توصل لهم ولا تلخص لهم قيمة أنه يكون عندك توتان سيستيم ومنظومة متاع كاليتي في المؤسسة الصناعية متاعك وكيفاش لازم ترجع عليك بالنفع؟ نعم، هو في بداية الأمر يعني الدور الإدارة العامة في أي مستوى متاع شركات أو خدمات أو غير ذلك ضروري جدا. القدوة لانه سيعطينا القدوه، مش معقول انه مسؤول يقول لك انا الجوده هي ما دخلي انا في الجوده، انا عندي موظفين وعندي ناس اشتغل عليها وهم بالتالي باش يقوموا بالنهوض بالمؤسسه، انا اقول لا انا في المؤسسه نتاعي اول حاجه نقوم نجي نقوم بها انا حتى نعطي بها المثل، نعطي بها القدوه، نحضر الاجتماعات، فماذا يعني ان المدير يقول لك الاجتماع الساعه 10 وهو ما يجي كان الساعه 11 ونص مثلا؟ هي ما يعطيش قدوه. فلا بد ان تكون عندنا القدوه باش الناس تحترم هذه القدوه وتتبعها وتوصل بها. ثانيا لابد ان داخل المؤسسات نحدث يا اخي من قام بعمل طيب وجيد يجازى، من يقوم بمسار جيد وبمنظومه وباجراءات جيده يسير. انا اعتقد ان هي الشهاده او الحصول على شهاده المواصفات العالميه هي ماهيش نهايه في حد ذاتها، هي بدايه هي بدايه ولا كما قلت بيتيتر ماهيش سي با اون فيناليتي ان سوا، ولكن ولكن اترافير جوستومون معناتها المواصفات هذوما ليزو كما قلت راهو يحلوا بيبان زاد للشركات المنتجه والصناعيه. اليوم وقت اللي نحكيو على توتا مارشي يعني فينالمون بيتيتر احنا توا نحكيو كان على المؤسسه ولا داخل المؤسسه في حد ذاتها، ولكن هذا سان باسبور معناتها سان باسبور اللي باش يخليك تنجم تكون المنتوج نتاعك موجود ومتواجد في دي مارشي اخرين ميزا باغ في تونس و سي ان غاج دو سي ان غارونتي دو كاليتي نورمالمون. انا كان عندي اذا كان عندك انت المواصفات العالميه وفي نفس الوقت نلقى يعني نلقى نسبه رضا الحرفاء يعني متدنيه، نلقى العديد من حالات عدم المطابقه، نلقى التاخير في تقديم المنتوجات في الاجال، ونلقى انا المخزون نتاعي ما فيهش كفايه حتى نوفر كذا، هذا كله ما ينفعش. واضح هو لان الشهاده المواصفات العالميه يا كل يا بلاش. يعني فيها تقريبا فوق الاكثر من 150 اجراء يلزم نطبقوه ونفعلوه بالفعل. واضح. لان انا قاعد نشوف الشهاده بالمطابقه اغلبها اوراق وثائق. ولكن لا تطبق. بالضبط بالضبط هو هذا سي زهير. هذا هو بيت القصيده ومربط فرس. والله اسمح لي سي زهير. والله شيء يؤسف له اللي كان احنا اش قاعدين نحيو نتحاوروا اليوم الحوار نتاعنا احنا الشيق معاك ويعطيك الصحه الخبره وعلى الاراء. والله صدقني بكل صدق نفس تقريبا الخطاب لاحظته منذ 35 سنه تقريبا.
قاعد نتفكر اول اكسبيريونس في الجستيون دو لا كاليتي نتاعي وقتاش؟ نقولوا خلينا احنا نقولوا 35 و 36 ans. نجم نعملوا ويلزم ثقافه الجوده. وقبل كنا نحكيوا على الثقافه على الجوده الشامله، اليوم ما عادش نذكروها اصلا اللي هي في حد ذاتها الثقافه. اليوم عشان ولينا نحكيوا بطريقه معناتها تكنيسيست معناتها تقنيه. الجوده عندك بعض المقاييس، في كونفورم مش كونفورم، كان كونفورم تاخذ الشهاده مش كونفورم باي باي. هذا اش وقع؟ وقعت الدنيا افراغ الجوده الشامله من روحها. ولات عندك ولات اون افير فهمتني ولا نتاع سيرتيفيكاسيون. علاش؟ بور مون باش تكون هي ان اوتي دو كوميرسياليزاسيون اي دو ماركتينغ مالوريزمون بور نو. انا نعطيك حاجه اخرى، كيفاش احنا سؤال نرجع سؤال منال، كيفاش نجيبوا كيفاش نقنعوا المؤسسات الصناعيه بالذات، احنا نحكوا على الصناعه باش بور ادوبتي معناتها باش يجيو يلتزموا بالمنظومه الجوده هذه. نقول لك انا فما بطبيعه فما خدمه كبيره ياسر لو كانت تبدل طرائق العمل وقبل ما يبداو فيك البروسيسوس هذاك الكادراج تاع البروجي. اول حاجه كي نرجع لكلمتك موافقك عليها 100% هو انه توعيه البيرسونيل الكل من الف حتى الياء، من شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ما نحبش نحكي بيراميدال من فوق اللوطه، فهمت؟ خاطر الجوده هذه تناقض مع مفهوم الجوده، لانه الجوده سي اون اورجانيزاسيون كولابوراتيف اي نون با بيراميدال. دونك ونعلموهم كليك ونقنعوهم ونعملوا دي سيمولاسيون. او احنا بلاش الجوده او النتائج نتاعنا شنو هما، كي نطبقوا منظومه الجوده شوف الشيفر دافير قداش يولي، وشوف الابسنتيزم قداش يهبط، وشوف الاتموسفير سوسيال كاش يولي افيك دي زانديكاتور نتاع تابلو دو بور. هكا الناس تقتنع. هذا الشيء كل صدق نتاسف انا يعني ما لقاهش في المؤسسات ديريكتومون. فما ابيل دوفر كان فما ولا سيليكسيون، يجي شافوا الكونسلتون ولا لو بيرو دو كونسلتينغ تبارك الله عنده زخم من الخبرات، ويدخل ديريكتومون تك تك ها تعطينا باش نعملوا الدياغنوستيك وشد بدي احمد فيسع فتني ولا وستة شهور ولا عام ونص انت والبريود ونعطيه سيرتيفيكاسيون. الور كو الروح الصحيحه ما تحددش. هذه الاولى. ثاني حاجه فما طريقه اخرى في الكونترا بها خاطر في الوقت سامحني جوست دير برك خاطر مهمه. المؤسسه الصناعيه كي يولي الحريف نتاعها خاصه نحكي البي تو بي، هو تبيع المؤسسه الصناعيه اخرى اللي هي تطلب اكزيجونت في الكاليتي، يولي هو مضطر باش يطبق المنظومه ومعاش فهمت. لونتربريز نو فون با ان برودوي مي فون اون ساتيسفاكسيون. بالضبط هذا هو. ولي كان نوصلوا نعملوا هذايا ونعملوا لا رولاسيون اونتر فورنيسور وكليون تتبدل، الكليون او سونس معناتها اونتربريز كليونت والانتربريز فورنيسور معناتها هنا كلهم معناتها المنظومه تخرج من داخل من خارج تخرج لخارج المنظومه السياسيه الصناعيه تولي بكلهم تولي في ريزو كامل. وبتات حاجه اخرى القانون يولي اثرهم باش يلزهم باش يعملوا ميزون بلاس دي سيستم كاليتي. يمكن اسبوار يولي حاجه اخرى نوليو احنا نجموا اون ادوبت لا ميزون بلاس ان شاء الله. ان توكا سي زهير هذوما كلهم تساؤلات اللي نجموا نشرحوا عليهم ان شاء الله نهار الخميس كما قلنا في ان بلاتو سبيسيال نيكست اندستري خاص بال 13e اديسيون دو لا جورنال مونديال دو لا كاليتي ويمشيو يكونوا حاضرين اكسبريس اف ام جوستومون معاكم زاد ام سي. حضروا انتم وشوفوا الاجواء تاعنا. افكتيفمون ان شاء الله باش نكونوا موجودين سي زهير وباش نكون جوستومون كما قلنا عندنا ان بلاتو سبيسيال من غادي ديسي لا. نقول لكم احنا متابعه طيبه لبقيه برامجنا. شكرا لكل اللي كانت حاضرة معنا. احنا نخليكم مع وليد برحومة وبقية الفريق تاعو في لو ماغ ديكسبريس. خليكم على الكوت.